دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع دينا تفضلي يا دينا شكرا لك هدير الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومه الضريبيه خاصه ما يتعلق بنظام الفاتوره الالكترونيه وميكنه وتطوير الاجراءات الضريبيه بالاضافه الى محاور استراتيجيه تطوير المنظومه الجمركيه. وخلال استقباله الكاردينال مار بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيده بين مصر ولبنان علي المستويين الرسمي والشعبي وأكد الرئيس السيسي حرص مصر علي سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنيه اللبنانيه وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقه وذلك في اطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحه لبنان وشعبه ومثمنا الدور البناء والاساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعاده استقراره وخلال استقبال الفريق مهوزي موسيفيني قائد القوات البريه الاوغنديه اكد الرئيس السيسي ان التاريخ والتجربه اثبت ان مسار التعاون والبناء والتنميه دائما ما يمهد الطريق الى النجاح والازدهار كما رحب الرئيس السيسي بجهود دعم التعاون العسكري بين مصر واوغندا وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان قائد القوات البريه الاوغنديه اكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافه خاصه في المجال العسكري والامني ومعربا عن تقدير اوغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنمويه خاصه في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنميه بالقاره الافريقيه قال الرئيس التونسي قيس سعيد انه سيتم اشراك الجميع في ابداء ارائهم ومواقفهم بالنسبه للنظام السياسي المقبل لتونس واكد سعيد انه سيمضي في خطته في اجراء استفتاء في موعده المقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل مشيراً إلى أنه يريد أن يصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل. تأتي تصريحات قيس سعيد في الوقت الذي انتهت فيه الأجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية والتي تتكون من ستة محاور أهمها الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. دعت روسيا القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية وقال مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزنتسف إن المدينة تشهد كارثة إنسانية مروعة مشيرا إلى أن الممرات الإنسانية في ماريوبول ستفتح اليوم لعبور الحالات الإنسانية من جانبها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فرتشوك إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد اعلن مستشار الرئاسه الاوكرانيه ميخائيل بودولياك ان المفاوضات مع الوفد الروسي ستتواصل اليوم وقال بودولياك ان هناك عملا مكثفا للغايه للتوصل الى نتائج مثمره في تلك المحادثات يذكر ان روسيا واوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسويه الوضع والتي اثمرت عن اتفاق لفتح ممرات امنه لاجلاء المدنيين من مناطق القتال اعلنت الصين انها ستشدد اجراءات الاغلاق العام بمدينه جيلين شمال شرق البلاد بعد طفره باصابات فيروس كورونا واوضح مسؤولون بالمدينه انه سيتم فرض اغلاق عام بالمدينه البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمه وتمكنت الصين التي رصدت فيها اول حاله اصابه بالفيروس نهايه العام 2019 من احتواء الجائحه بشكل كبير من خلال اعتماد تدابير احتواء صارمه منذ مطلع العام 2020 لكن ادى انتشار المتحور اوميكرون الى ظهور عده بؤر وبائيه في جميع انحاء البلاد انتهى موجز الثامنة فاصل نعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر